السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه اللقاءات القرآنية الطيبة المباركة، ولازلنا نعايش القرآن مع برنامجنا عما تساءلون. نحاول أن نستفيد، أن نعيش، أن نعايش، أن نتدبر، أن يصل القرآن إلى قلوبنا. وقد اخترت هذا الجزء الذي هو أكثر ما تستمعون إليه وتقرؤونه، ولازلنا مع سورة النبأ، ولازلنا مع تخويف ربنا لنا لعله أن يؤمننا هناك، إن خفنا منه هنا، إن خفنا عذابه هنا. قال الله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مضى بنا الكلام وأنا أحاول أن أنذركم جهنم في اللقاء الماضي، أنذرتكم النار، ولا زال الإنذار قائما بهذه الصور التي يذكرنا ربنا جل وعلا بعذاب أهل النار فيها بعدله. فالله جل وعلا يقول: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، حتى تعلموا أن الله جل وعلا عدل لا يظلم، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم السيئة. فالله جل وعلا عدل، من عمل خيرا جزاه بالخير، ومن عمل سوءا لم يلق إلا السوء، ومن عمل شرا لم يلق إلا الشر، يعامله الله جل وعلا بعدله ويعفو عن كثير. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني ايه ما فيش في النار برد؟ لا، في مواطن ما فيش فيها برد كلها نار، وفي مواطن كلها برد زمهرير يكسر العظام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من زمهرير جهنم. يعني في برد يكسر العظام، بس ده حقبة مليانة حر وعذاب وغساق وحميم. الحميم يعني الماء الذي وصل إلى قمة حموه وحرارته، والغساق هو عصارة أهل النار، عافانا الله إياكم، اللهم أجرنا من النار، عصارة أهل النار، ما خرج من فروج الزناة ومن قيح وصديد المعذبين، الدماء التي تنزف منهم، والماء الذي يخرج أو الدهن الذي ينصهر من جلودهم وبطونهم وأمعائهم، والقيح والصديد والأذى الذي يخرج من بطونهم، يجمع كل هذا ليسقى منه أهل جهنم. عياذا بالله، يا رب أجرنا من النار، يا رب لا نطيق ذلك، يا رب لا نطيق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني: لو أن قطرة من الزقوم اللي يشربها أهل جهنم
لو أن قطرة من الزكوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ قطرة بس تنزل ما تهنأش بالعيش، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ اللهم أجرنا من النار. وكل هذا بعدل الله، خلي بالك، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد بن ثابت الذي رأى إمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. رحمة الله خير من أعمالهم. إي والله، اللهم ارحمنا برحمتك. فالله جل وعلا لا يظلم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عيشوا هذا، عيشوا معايا اللقاء ده، جزاء وفاقا، يعني إيه؟ يعني موافقا لأعمالهم. ربنا لن يظلم أبدا، والله. شوف ربك يقول إيه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الجزاء من جنس العمل، الذي أساء له السوء يوم القيامة، فعل السوء في الدنيا فله سوء العقاب وسوء العذاب يوم القيامة، جزاء من جنس عمل. قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ربنا جل وعلا حكم عدل، جزاء وفاقا، الموافقا لأعمالهم السيئة، مساويا لأعمالهم القبيحة، فالجزاء من جنس العمل. سبحان الله، شوف بقى يعني إيه جزاء وفاقا. إيش بقى معايا كده؟ الذين تكبروا على عباد الله في الدنيا، الذين تكبروا على الخلق في الدنيا، ركب على الناس، مشي بالعربية وآذى الناس. والله العظيم سمعتها بأذن، والله، من رجل قال: نفسي أركب عربية ودوس بها على الناس، مش هرحم حد، أنا لو بقيت مدير هوقف كلكم على رجل، أنا لو مسكت الرئيس هنيمكم المغرب، أنا لو مسكت الفلوس هبهدلكم. سبحان الله، طب ما أنت لو تمسكت يوم القيامة الملائكة هتتبهدل، هتعذب بنفس الجزاء. فالذي تعالى وتجبر وتكبر يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. كان كبير في الدنيا على الناس، كان مصغرهم وكان متعالي عليهم، يوم القيامة هو اللي هيبقى تحت رجليهم، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع، يحشر المتكبرون، يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. كان كبير أوي قدام الناس بقى ذرة، كان راكب فوق الناس وبؤز الناس يبقى ذرة تحت رجلهم يداس بالرجلين. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. إيش اللي سجن الموحدين وآذوا عباد الله المؤمنين، تكبروا عليهم وتعالوا عليهم وضربوهم وأذوهم وسجنوهم وعذبوهم ورموا لهم الأكل برجليهم وحطوا لهم في الحفر وودوا لهم الفتات وودوا لهم الأكل اللي لا ترضى البهائم أن تأكله، شو ما عملوا كده وتعالوا عليهم، يوم القيامة هيبقوا كده، هيتسجنوا في جهنم وهيداسوا بالرجلين وهيركب الناس عليهم وهيشربوا من عصارة أهل النار أخبث طعام في جهنم وأخبث شراب، زي ما هم سقوا الموحدين وآذوا عباد الله المؤمنين. جزاء وفاقا، يحشر المتكبرون يوم القيامة في سورة الذر. اوعى تتكبر، أحسن هتصغر يوم القيامة أوي. في سورة يطأهم الناس بأقدامهم، اوعى تتعالى على الناس، لحسن هتبقى تحت الرجلين والله. يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم، اوعى
تستخدم سلطتك ومكانتك انك تسجن المؤمنين وتعذب الموحدين وتؤذي عباد الله الصادقين، هتتسجن في جهنم والله جزاء وفاقا. سبحان الله، لما تقرأ آية دي تعرف معنى أن الله جل وعلا حكم عدل، جزاء وفاقا. عارف المجرمين، هو ربنا سماهم كده، إن الذين أجرموا، المجرمين اللي كانوا بيضربوا الناس في الشوارع وبالعصيان وبهدلوهم وبيؤذوهم وبيستهزئوا بيهم، شايف نفسه معاه سلطة، معاه كرسي، معاه منصب، فبيؤذيه وبيهزئه وبيعلقه، ويرجع يقول له سمي نفسك اسم امرأة، سمي نفسك اسم حيوان، انزل بوس رجلي، انزل لحس الأرض، هعمل لك. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل لأولياء الله الصالحين من المجرمين. يوم القيامة هينقلب الوضع جزاء وفاق، المجرمين يبقى تحت الأقدام اللي كانوا بيرجع يزكت، تقول ده انا مسكته النهارده علقته، يرجع لاصحابه يقول لهم ده انا النهارده خليته في البرد بالميه التلج غرقته، ده انا النهارده. مش ده اللي بيحصل كده؟ بيؤذي عباد الله ويروح يقول لاصحابه واهله يوم القيامه. شوف بقى اسمع الايه، ان الذين اجرموا، اسمع يا مجرم يلي بتعذب المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. كل ده كان المجرمين بيعملوه في المؤمنين في الدنيا، يوم القيامة بقى اسمع جزاء وفاقة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الموقف يتقلب يوم القيامة وربنا يقول ربنا عدل ولا لا، ربنا أخذ لكم حقكم ولا لا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار كانوا بيضحكوا منا، الوقت تضحكوا منهم يا مؤمنين، هم بيترموا في جهنم، هم كانوا قاعدين على الكراسي وانتوا في التراب بيذلوكم، انتوا عدوا على الارائك في الجنة واتفرجوا عليهم وهم بيعذبوا في جهنم. على الارائك ينظرون اليهم وهم يعذبون. وده شفاء صدر من الله جل وعلا، جزاء وفاق، عدل من الله جل وعلا. اياك ان يكون خصمك يوم القيامة هو الله، اياك أن تؤذي وليا من أولياء الله جل وعلا فيعاديك ربك وينتقم منك بجزاء وفاق يوم القيامة، جزاء وفاقا. اللي بيعذب المؤمنين، بيمنع عنهم الأكل، بيمنع عنهم النوم، بيغرقهم مية في البرد، بيستهزئ بيهم، بيشتمهم، بيعلقهم، بيجوعهم، بيحرمهم من أبنائهم، بيتعدى على حقوقهم، بيشتمهم، بيضربهم، بيسجنهم. يوم القيامة الجزاء وفاقا، زي ما ربنا قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن وليد في مسند أحمد بإسناد صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أكتر ناس بتعذب الناس في الدنيا هيحصل لهم يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، جزاء وفاق.
اللي بيشدد وبيعذب يوم القيامة هيتعذب، اللي بيؤذي يوم القيامة هيؤذى، اللي بيضرب يوم القيامة هيتضرب، اللي بيقتل يوم القيامة هيقتل. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من أسياد التابعين، تلميذ عبد الله بن عباس، قتل وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه في التفسير وغيره. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، لما جيء له قبضوا على سعيد بن جبير، اسمه سعيد بن جبير، قال له الحجاج: أنت شقي بن كسير. قال: أمي أعلم باسمي إذ سمتني. قال: لأقتلنك. حجاج بن يوسف بيقول لسعيد بن جبير: لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد قبلك. فقال له سعيد بن جبير: اسمع يا حجاج، اختر لنفسك أي قتلة تقتلها يوم القيامة جزاء وفاقا. يا حجاج اختر لنفسك أي قتلة تقتلها، هتقتلني نفس القتلة هتقتل بها يوم القيامة. ده إذا كان النبي عليه الصلاة قال عن الذي يقتل نفسه، عن الذي يقتل نفسه، حتى تعلموا عدل الله جل وعلا جزاء وفاقا. كما عند في الصحيحين الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة، واحد منتحر بسكينة بحديدة، يوم القيامة شكله إيه؟ نفس الواقع، جزاء وفاقا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. واحد شرب سم ومات، انتحر، يوم القيامة جزاء وفاقا، هيشرب السم في جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. واحد رمى نفسه من فوق ناطحة سحاب، ولا من فوق جبل، ولا من فوق عمارة، منتحر، يوم القيامة نفس العمارة من نفس المكان ينتحر في جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل ذلك لتعلموا عدل الله جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. سبحان الله، من عدل الله جل وعلا حديث والله بيأثر فيه. أخوانا صحابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عدل الله جل وعلا أن الله يقتص من للمظلوم من الظالم، يقتص للزيات الجرحاء من الزيات القرناء. قام صحابي وقال: يا رسول الله، إن لي غلمانا خدام خدمي، وهم يسيئون إلي وأنا أضربهم، الخادم بيشوح لي فأنا بضربه بالألم، بيقول لي كلمة وحشة مثلا فأنا بقوم جلده بالصوت. يا رسول الله، إن لي غلمانا يسيئون إلي وأنا أضربهم، فأين أنا منهم يوم القيامة؟ يبقى العدل جزاء وفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ظلمهم لك كضربك لهم كان كفافا. يعني واحد داك ألم، اديته نفس الألم بنفس الدرجة بنفس الضربة في نفس الاتجاه بنفس الإيد، يبقى كفاف. وإن كان ظلمهم لك أشد أو أكثر من إساءتهم كان لك، وإن كان ضربك لهم أشد من إساءتهم كان عليك يوم القيامة. الخادم مثلا عمل لك كده، شوح بإيده، رحت انت رتسه بالألم، أيهما أشد؟ تشويحة ما لمستكش، إنما الألم جه على خده، يوم القيامة شكلك إيه؟ يكون يأخذ الحق منك، ربنا هو الذي يأخذ حق هذا المستضعف منك. فخرج الصحابي من عند رسول يبكي ويقول: يا رسول الله، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله، مش هقدر أقف قدام ربنا، مش هقدر أقف قدام ربنا. أبو مسعود البدري صحابي ممن شهد بدر، في صحيح البخاري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو مسعود يرفع يده ويريد أن يلطم خادمه،
حصل مناوشه بينه وبين الخادم بتاعه فرفع ايده يديله بالقلم. النبي شاف ابو مسعود وايده مرفوعه عاوز يديله بالقلم هينوله بالقلم. راى النبي فقال النبي من بعيد: اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. ابو مسعود سمع صوت من وراه بيقول الكلمه دي، وقف. فقال فالتفت فاذا هو رسول الله، قال: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. ربنا يقدر يجيب له حقه منك يوم القيامه جزاء وفاقه. هتدي له الم؟ ربنا قادر يوقفه ويديك الم يوم القيامه وانت في جهنم عياذا بالله. تخويف حتى تعلموا عدل الله جل وعلا جزاء وفاق. عارف لو واحد شتم واحد يوم القيامه مش شتم بقى. شوف اسمع الحديث ده في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء. من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء، قال ان الزنا هو بريء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قذف مملوكه بالزنا، مش هيجي يوم القيامة يقول له: طب قول لي أنت زاني برضه. لا، ما عادش ينفع. يقام عليه الحد يوم القيامة جزاء وفاقا. شوف عدل ربنا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم اتحرق قلبه لما كلت ماله يوم القيامة، تتحرق في جهنم يلي كلت مال اليتيم، وتأكل جهنم، تأكل النار. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جزاء من جنس العمل. هو ربنا كده عدل. والآيات في القرآن مليانة، في سنة النبي تعلم أن الجزاء من جنس العمل وأن الله عدل وأنه جزاء وفاق. قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله. قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. قال تعالى: إنما نحن مستهزئون، قالوا يعني إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وبرضه عشان أطمنك، الجزاء من جنس العمل: احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم أبدا، لا يكلم أحد في سبيل الله، واحد يجرح في سبيل الله، إلا جاء وجرحه يسغب دما يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كل ذلك لتعلم أن الجزاء وفاقا بعد الله جل وعلا. ويزيد الله المؤمنين، ويعامل الله أهل الفضل بالفضل وأهل الإحسان بالإحسان، لكن العصاة، لكن الطغاة، لكن المعتدين لا يعاقبهم الله بأكثر مما صنعوا، بل جزاء وفاقا. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.